هنبدأ مع بعض إن شاء الله المحاضرة الرابعة، إزاي بنستخدم الـ Visual Basic for Application في ArcGIS. إيه الـ Objectives بتاعتنا في المحاضرة ديت؟ Customizing Dialog, Visual Basic Editor, Control Types, Forms و Data Types, Setting Variables هي الـ Events، وهناخد مع بعض Example VBA Form Controls. Customizing Dialog، طبعا احنا بنستخدم Drag and Drop في الكاستمايزنج دايلوج بتاعي، بستخدم الدراج اند دروب وادينج نيو تول بار، ادينج اكزيستنج ارك انفو كوماندز، ريموفينج اكزيستنج كوماندز فروم تول بار اند منيوز، كرييتنج كاستم انترفيس كنترولز. نتكلم على الفيجوال بيزك اديتور، كرييت فورمز، ازاي بكرييت فورم جديده، رايتنج كودز جوه الفورم ديت، utilities for debugging and getting help. دي برسمة بنتكلم على ال UI controls والbuttons والmenus والmacros. دي كده سامبل كده ان احنا ممكن نظهر الـ الخريطة بشكل مناسب. هي الbuttons، هي tools. نتكلم على control types في الارك ماب. في عندنا جوه في عندي tools وbuttons. الbuttons اللي هي مجرد ان انا بدوس عليها بيشتغل على طول، بيعمل مثلا فيكسد زوم ان، ده بسميه باتون. اما التول ده بيستنى ان انا بالماوس اعمل اكشن معين بحيث ان هو يتنفذ. ده الفرق بين الباتون والتول. ده جوه الفيجوال بيزك، فين الاريا اللي انا بكتب فيها الكود بتاعي، في الامكانيات بتاعه الفيجوال بيزك. هي شبيه بالظبط طبعا للفيجوال بيزك العادي. دي الفورمز بتاعتي، ايه امكانيات الفورمز ديت، ازاي بزود باتون، بزود بول داون منيو، بزود ايه الكنترولز اللي انا ممكن ازودها جوه الفورم دي. الكومنتس، لو انا عايز اعمل كومنت جوه الفيجوال بيزك طبعا كهيلب ليا بعد كده ازاي بعمله، وده اكزامبل ليها. بنتكلم على الداتا تايبس اللي ممكن نعرفها جوه الفاريبلز بتاعتنا. النمبرز، في عندي انتجر لو رقم صحيح صغير، لونج انتجر لو رقم صحيح كبير، دابل لو رقم عشري، سترينج لو حروف او تكست، عندي بوليان لو هي ترو او فولس، في عندي ديتس، وفي عندي الفاريانت. ده سامبل للاكواد بتاعتنا. لو انا عايز مثلا انتجر تمب ب 13، يبقى انا بعرف كده فاريابل اسمه تمب بقيمة ال 32 دي. Setting variables ده for example dimension أو اختصار dimension في dim، وبعد كده اسم ال variable بتاعي integer x مثلا، as نكتب كلمة as، ونوعه لو هو long بكتب long، لو هو string بكتب string، وال input بتاعي ده example. ده example تاني ان انا بعمل dimension ل double annual tax as double، ودي التعريفات بتاعه الفاريبلز بتاعتي. لو عايز اعمل كول لسب اكزامبل، ده سامبل اللي انا بعمل كول لفانكشن عندي موجوده، بكتب اسمها، واذا كانت بتاخد فاريبلز بدي الفاريبلز بين قوسين. ايه البروبرتيز بتاعتي؟ كان اولسو سيت الفورم اند كوماند بروبرتيز ثرو الكود، ان انا ممكن البروبرتي نفسها بتاعه الكابشن الانيبلد التكست الويتس بتاعي ممكن ادهوله جوه البروجرامينج بتاعي او البرنامج بتاعي. الايفنتس، حاجه زي الايفنتس اللي انا وانس ان انا بعمل كليك بالماوس يحصل الحدث بتاعي او الايفنت بتاعي، او وانا بعمل تشينج او بعمل في الانيشاليزيشن للباتون دوت بيعمل الاكشن بتاعه. الميثودز، دي الميثودز الخاصه مثلا بنا بعمل تول بار معينه بعمل لها هايد، بخفي حاجه معينه، بحرك النيم دوت ل اكس واي معينه، دي الميثودز بتاعتي. اسوشيشن اند انهيرتنس، دي اللايرز الاسوشيشن ويز ماب والبروبرتي بتاعتها والدياجرام بتاعها.